بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، يا رب كل خير. إن شاء الله النهاردة هنشوف مراجعة مع بعض على الدرس الأول والثاني والثالث والرابع في التاريخ. هنراجعهم بالكلام أو بالطريقة الجديدة اللي قالوا عليها طريقة الامتحان اللي إن شاء الله هندخله 7 مارس اللي جاي. طيب الامتحان ده هيبقى شكله ايه؟ حتى الان الكلام اللي جالنا ان هيبقى الامتحان يبقى اسئله صح وغلط، واختر الاجابه الصحيحه، وفي الغالب معاه اكتب ما تشير اليه العباره مع الشخصيات من هو. تمام كده؟ يبقى دي لحد دلوقتي الكلام اللي جالنا ان الامتحان هيبقى بالشكل ده. عشان كده انا جهزت لكم مجموعة من الأسئلة اللي تخدمني في الثلاث أربع نوعيات اللي معانا، سواء الصح والغلط، سواء الاختيار من متعدد أو الشخصيات أو اكتب ما تشير إليه العبارة. تعالوا كده نشوف، نسمي الله كده ونشوف السؤال الأولاني بيقول اكتب كلمة صح أو كلمة غلط أمام العبارات الآتية، ومفيش تصويب. مفيش تصويب. انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول. يا ترى الإجابة صح ولا غلط؟ ها؟ أكيد الإجابة غلط. طيب تعالوا كده مع بعض نفتكر هي إيه الصدام اللي كان بين الدولتين الصفوية والعثمانية؟ أنا فاكر إن الدولة الصفوية والدولة العثمانية في سنة 1514 حصلت بينهم معركة جلديران اللي انتهت بانتصار السلطان سليم الأول على الدولة الصفوية ودخل العاصمة بتاعتهم تبريز. تمام كده؟ ميزة ان احنا نعرف السؤال صح ولا غلط ونعلق عليه عشان نتذكر المعلومة. طبعا انتم معذورين، انتم بقالكم تقريبا من يوم 10/1 واحنا ما فيش اي اتصال بيننا وبين بعضينا. بالإضافة طبعا ان كان في كتير منكم عنده امل ان الامتحان الترم الاولاني ما يتمش، فبالتاكيد عمل نوع من الخمول، نوع من الكسل، نوع من نسيان بعض اجزاء في المنهج. ان شاء الله الدنيا كويسه، ان شاء الله خير. طب بص كده السؤال ده بيقول ايه؟ تم اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح سنه 1498. تم اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح سنه 1498. طبعا العباره صحيحه. طيب حد يسال سؤال وانا كنت قررته قبل كده كتير، هو يا مستر في سؤال محوره تاريخ؟ هقول لك لا. في سؤال هيبقى محوره تاريخ؟ لا. امال السؤال هيبقى شكله ايه؟ السؤال كده هيقول ايه؟ تم اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح اواخر القرن ال 15. اقول له الاجابه صحيحه. طيب انا جبت لك التاريخ ليه؟ يعني انا جبت لك السؤال اكبر من مستواك؟ لا، انا بس بوريك ان اواخر القرن ال 15 دي تبقى ايه؟ اواخر القرن ال 15 يعني من 1485 90 95 لحد 1500. تمام؟ تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. يا ترى الكلام ده صح ولا خطأ؟ تمام كده الكلام ده صحيح. ليه؟ تعالوا كده نفهمها مع بعض. بقول ان مصر كانت او دولة المماليك اللي بتحكم مصر كانت بتحصل على رسوم من البضائع اللي بتمر بالاراضي المصرية. طب لما اكتشف طريق راس الرجاء الصالح تحولت التجاره للدوران حول قاره افريقيا، وبالتاكيد السفن اللي كانت بتعدي من مصر كانت بتدفع فلوس لدوله المماليك، ما عادتش المماليك بياخدوا منها حاجه، ولذلك تعرضت لتدهور اقتصادي. السؤال ده اتكرر في كتاب المدرسه كتير قوي، وخد بالك بيقول ايه؟ وكان تلات اربع سنين فاتوا كان دايما يجي النقطه الاولانيه بصح وغلط واختار الاجابه الصحيحه. هزمت جيوش تومان باي في مرج دابق. ايه ده؟ هو تومان باي اصلا كان في مرج دابق؟ اكيد لا، يبقى العباره غلط. امال تومان باي ده اتهزم فين؟ هزم تومان باي في الريدانيه. تمام.
طيب امال مرج دابق انتصر سليم الاول على مين بقى؟ على السلطان قنصوة الغوري. تمام. اصيب العالم الاسلامي في العصر العثماني بالجمود. طبعا الاجابه صحيحه. طيب تفتكر ليه؟ طبعا بسبب حاله العزله اللي فرضها العثمانيون على المصريين، وابتعدت عن مصر عن كل مظاهر الحضاره والتقدم، حتى التعليم نفسه أصيب بنوع من التخلف والجمود، واقتصر التعليم في الأزهر الشريف على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، وأهملت العلوم العقلية والطبيعية. طيب شوف سؤال تاني كده بيقول إيه؟ تعد اعمله ازاي؟ تمام اوكي تمام مفيش مشكله. اصل انا اقول لك كتبتهم اربع نقط. طب بصوا يا شباب، احنا هنشوف النقط اللي انا اتكلمت فيها تاني سريعا كده. بص كده وركز معايا. البدايه انا قلت ان الامتحان بتاعنا لحد دلوقتي الكلام اللي جالنا ان احنا ايه؟ ان الاسئله كلها صح وغلط واخطر من متعدد، واكتب ما تشير اليه العباره، ومين الشخصيه اللي عملت العمل ده. تمام كده؟ قلت انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول، صح ولا غلط؟ قلنا غلط. ليه؟ لأن انتصر السلطان سليم الأول على الدولة الصفوية في جلديران 1400 و1514. تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498، ها؟ قلنا العبارة صحيحة. قلت لك إن أنا بركزش على التاريخ، أنا بركز على إيه؟ ها؟ بقول نهاية القرن ال15. تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، العبارة صحيحة. هزمت جيوش تومان باي في مرج دابق، قلت العبارة خاطئة. ليه؟ قلت ان تومان باي اصلا ما كانش موجود في مرج دابق، انما اللي اتهزم في مرج دابق هو السلطان قنصوة الغوري. طب لو حبيت اصلح العبارة اقول ايه بقى؟ هزمت جيوش تومان باي فين؟ في موقعة الريداني. كلام جميل. اصيب العالم الاسلامي أصيب العالم العربي والإسلامي في العصر العثماني بالجمود، طبعا العبارة صحيحة. وأنا علقت من شوية أما قلت إيه؟ قلت إن تدهور التعليم واقتصر التعليم في الأزهر على اللغة العربية والعلوم الشرعية. أنا مش بهاجم العلوم دي، لأ، إنما أنا بقول إن إحنا بندرس العلوم ديت كمان لازم إن إحنا نهتم بالعلوم الطبيعية زي الطب، زي الهندسة، زي الكيمياء، زي الفيزياء وما شابه ذلك. آخر نقطة كنت اتكلمت عليها قبل ما شيت ما يظهر لكم، تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزءا من الصراع الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. طيب نشوف كده، حد فيكم عايز يسأل في حاجة؟ طيب نكمل يا شباب. شوف بقى، بقول ان علم جنود الحملة الفرنسية في ميناء طولون باتجاه اسطولهم الى مصر. علم جنود الحملة الفرنسية وهم في ميناء طولون بتوجه اسطولهم الى مصر. تقول يا مستر المعلومة دي مش موجودة في الكتاب. اقول لك لا، موجودة في الكتاب بس بشكل تاني. موجودة في الكتاب ازاي؟ بص كده موجود، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان خرجت الحملة الفرنسية ايه؟ سرا. خرجت الحملة الفرنسية سرا. يبقى هل كان الجنود عارفين ان هم كانوا متجهين الى مصر؟ طبعا لا، ما كانواش عارفين. طيب تعالوا كده نشوف نقطة تانية. بقول واجه واجه أهالي الأسكندرية الحملة الفرنسية بزعامة السيد محمد قريم. طبعا العبارة صحيحة. احنا عارفين ان السيد محمد قريم محافظ الأسكندرية هو اللي تصدى للحملة في اسكندرية، ولكن
استطاع نابليون ان يهزمه بسهوله، وتم القبض عليه والحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص، وبالفعل ان الفرنسيين اعدموه في سبتمبر 1798. بعد موقعة امبابة هرب مراد بك الى الشرقية. طيب كل الكلام ده كله كده تمام، ولكن مراد بك هرب على فين؟ على الصعيد. يبقى هرب على الشرقية، دي الخطأ كله فين؟ في الشرقية. انما مراد بك هرب على فين؟ هرب على الصعيد. استخدم المماليك المدافع والمعدات الحديثة في مواجهة القوات الفرنسية. يا ترى الكلام ده صح ولا خطأ؟ ها؟ طبعا الكلام ده خطأ. ليه؟ لأن المماليك كانوا بيستخدموا الأسلحة التقليدية، وكلمة تقليدية يعني الأسلحة القديمة. الأسلحة القديمة في مواجهة الحملة الفرنسية اللي جاية بقى معاها معدات ومدافع وحاجات حديثة جدا. والنقطة ديت يا أولادي يمكن إحنا كنا استفدنا فيها لما شرحت لكم الحملة الفرنسية، استفدنا فيها وقلت لك إن لما وصلت الحملة مصر حقيقة إن كانت يعني سبحان الله المصريين يقولوا إيه؟ يقولوا رأينا السفينة اللي جاي نابليون راكبها وكأنها نصف الدنيا، حاجة ضخمة جدا، سفينة حربية ضخمة جدا. أضف لذلك إن يقول لك كمان إيه؟ قال لك إن الجنود الفرنسيين ما شفناش الأشكال دي، الناس الطويلة دي، الناس القوية دي، ومعاهم أسلحة حديثة. المصريين خارجين اللي شايل شومة واللي شايل سكينة واللي شايل سيف الكلام اللي ايه؟ اللي ما يوديش ولا اللي ما يقدمش ولا اخر ده، والفرنسيين جايين اسلحه حديثه جدا. يعني تصور كده لو ان واحد بمدفع، ها مدفع، وجاي معاه 1000 جاي ضده، 1000 واحد جايين بسيوف، ضربه واحده بالمدفع تخلص على الناس دي كلها. طيب تعالوا كده نشوف النقطه اللي بعد كده. بيقول قضت موقع أبيقير البحريه على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط. ها العباره دي صحيحه ولا غلط؟ طبعا العباره صحيحه. ويا اولاد دايما يقولوا ايه؟ ان هزيمه الحمله في موقعه أبيقير البحريه كانت بدايه النهايه. ايه ده؟ ايه بدايه النهايه دي؟ يعني بدايه فشل الحمله الفرنسيه. فشلت، اتهزموا في أبيقير، اتحطم الاسطول بتاعهم، اتقضت على املهم في السيطره على البحر المتوسط، ابتدى المصريين يتجرأوا يقوموا عليهم ضدهم بثورات، المماليك ابتدوا يقاوموا من الصعيد، ابتدات الحمله الفرنسيه تتحالف مع روسيا ومع انجلترا عشان تبعت قوات تطرد الجيش الفرنسي، اتحاصروا في مصر، اتقطعت الصله بينه وبين فرنسا. يعني ايه؟ سبحان الله، يعني كأن الدنيا اتقلبت على راسهم بعد هذه المعركه. استطاعت القوات الفرنسيه اخضاع اهل الصعيد. العباره هنا طبعا خاطئه. ليه؟ لان القوات الفرنسيه فقدت فتره طويله عشان تخضع اهل الصعيد، وفي النهايه لم تستطع السيطره على الصعيد كله. يبقى العباره خاطئه. تولى محمد علي حكم مصر سنه 1804. طب يا مستر ده احنا قلنا بقى ما فيش تواريخ. اقول لك ما هو التاريخ ده بالذات لازم تبقى عارفه. ليه؟ محمد علي تولى مؤسس مصر الحديثه، ده بدايه درس ومحور المنهج، يبقى لازم تبقى عارف انه تولى الحكم سنه 1805. تم اختيار محمد علي واليا على مصر بعد عزل الوالي خورشد. ها فاكرين؟ فاكرين لما الشعب المصري حاصر خورشد في قلعته، وبعدين خورشد ابتدى يتكلم مع المصريين، لا يجب ان انتوا تفكوا الحصار وانا ولي الامر والكلام الكلام ده، ولكن المصريين صمموا على عزل خورشد واختاروا محمد علي ولي على مصر، وكان الكلام ده زي ما اتفقنا سنه 1805. تنكر محمد علي الزعامه الشعبيه لرغبته في الانفراد بحكم مصر. طبعا الاجابه صحيحه، واحنا عارفين ان محمد علي تنكر للزعامه الشعبيه اللي هي بتتمثل في مين؟ في علماء الازهر والمشايخ اللي هم بقى قلنا ايه؟ ان هو ابتدى البدايه بعمر مقر لما عزله من نقابه الاشراف ثم نفاه الى دمياط، وده طبعا شخصيه استبداديه زي محمد علي، ما بيحبش حد يراجعه في حاجه، فبالتاكيد بيبقى عايز يسيطر على كل الاوضاع. جاءت حمله فريزر على مصر سنه 1807. طبعا الكلام ده صحيح. نفى محمد علي الزعيم محمد قريم الى دمياط سنه 1809، الكلام ده مظبوط. تخلص محمد علي من المماليك في مذبحه القلعه سنه 1800. برضو انا قلت ايه؟ قلت ان ما عنديش سؤال محوره تاريخ، بس هنا برضو مذبحه القلعه دي من الاحداث الرئيسيه في منهجنا، وانت مش بتاخدها لاول مره ومش اخر مره بتاخدها، يبقى لازم ابقى عارف تاريخها في سنه 1811. تولى محمد علي حكم مصر باراده الشعب قبل موافقه السلطان. حلوة قوي النقطة دي.
محمد علي اتولى بإرادة الشعب، نعم، قبل موقف السلطان. طبعا العبارة صحيحة. ليه؟ لأن احنا عارفين إن الشعب المصري اختار محمد علي ها في مايو 1805 في دار القاضي أو بيت القاضي أو دار المحكمة، وتم اختيار محمد علي. تمام؟ ثم بعدها بشهر، بشهر يونيو 1805 جاء الفرمان من السلطان العثماني بعزل خورشيد وتوليه محمد علي. ولذلك النقطه دي بالذات يا اولاد بتكلم، بقول ايه؟ ان السلطان العثماني عين محمد علي رغما عنه، ولذلك هيتنكر لمحمد علي زي ما شفنا في الدرس، حاول ينقله وفي 1806، ولكن الزعامه الشعبيه تمسكت بمحمد علي فظل محمد علي واليا على مصر. ولذلك حتى احنا شفنا محمد علي حاول يرضي السلطان العثماني في حاجات كتير جدا، يخلصوا من الدعوه الوهابيه، حروب الوهابيه، يخلصوا من ثوره اليونان، واخد بالك؟ يعني ده كده مش شويه. اما الجيش المصري يروح يفضل في الجزيره العربيه ما يقرب من 9 سنين عشان يخلص على الوهابيين، وكمان يروح اليونان بلد بيننا وبينها مسافات عشان يروح يحارب ناس احنا ما نعرفهمش وناس تموت من المصريين، والكلام ده كله، كل ده ارضاء للسلطان العثماني. تعال نشوف كده بيقول ايه. يرجع الفضل الاول لهزيمه حمله فريزر لاهالي رشيد والحماد. ها الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده صحيح. ليه؟ لان احنا عارفين ان تصدى الشعب المصري في رشيد والحماد اللي هم البلدين في محافظه البحيره بزعامه السيد عمر مكرم، وقدروا ان هو يتصدوا لحمله فريزر وهزموهم، وارتدت حمله فريزر الى الاسكندريه. قام محمد علي بخلع السيد عمر مكرم من نقابه الاشراف. طبعا احنا عارفين الكلام ده مظبوط، لما محمد علي خلعه من نقابه الاشراف ثم نفاه الى دمياط، والكلام ده عشان ايه؟ ينفرد بحكم مصر. اثرت سياسه محمد علي الاقتصاديه، أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية، طبعًا الكلام ده مظبوط، احنا عارفين في قوة اجتماعية ظهرت وفي قوة اجتماعية اختفت، والسؤال ده خلاص يا جماعة هيبقى مش أكتر من كده، أو كبيره خالص إنه يقول لي من القوة الاجتماعية التي ظهرت، ويروح جايب لي اختيارات، يقول لي من القوة الاجتماعية التي ظهرت، هل يا ترى المماليك، الزعامة الشعبية، التجار المصريين، البدو، ها؟ يبقى أختار إيه؟ أختار البدو طبعًا. تعال نشوف كده برضو من الأسئلة المهمة. زاد نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي. ها طبعا الكلام ده غلط، لأن علماء الأزهر والقيادات الشعبية من الطبقات اللي اختفت من أو اختفى دورها في مصر في ظل حكم محمد علي. أنشأ محمد علي المدارس الحديثة مثل المدرسة الحربية والمدارس المختلفة، طبعا عارفين الكلام ده صحيح، لما اهتم محمد علي بالتعليم. اهتم محمد علي بترجمة الكتب من اللغة العربية للغات الأوروبية. كتاب السؤال ده موجود في كتاب المدرسة بالنص كده. وهنا يا جماعة السؤال ده الإجابة غلط، ولكن مش عايز أقول لك 70% من الطلبة بيغلطوا فيه. ليه؟ لأن هو هنا بيبص على كلمة ترجمة بس، ما كملش بقية العبارة. إنما كمل كده، من اللغة العربية للغات الأجنبية ولا من اللغات الأوروبية للغة العربية؟ خد بالك محمد علي ترجم بس من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية وليس العكس. أدرك محمد علي أن بناء القوة العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه، طبعا العبارة صحيحة. أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان لصناعة السفن. ها إيه رأيك في السؤال ده؟ أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان. ها الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده غلط، لأن محمد علي احنا عارفين أنه أنشأ في بولاق الأول ثم أنشأ ترسانة أخرى في الإسكندرية. دخل محمد علي حروب الشام بناء على طلب السلطان العثماني. ها طبعا الاجابه خطا. ليه؟ لان انا عارف ان محمد علي دخل حربين بناء على طلب السلطان، اللي هي ايه؟ ها الحروب اللي هو الوهابيه وحروب اليونان، انما حروب الشام وضم السودان كانوا بناء على رغبه محمد علي. وان شاء الله لما تكبروا شويه يا جماعه، الناس اللي هتخش في ثالثه ثانوي في ادبي ياخد الموضوع ده بالتفصيل، يقول ان محمد علي طلب من السلطان العثماني اكتر من مره، يقول له اديني بلاد الشام من ايام الحروب الوهابيه، يقول له عشان اعرف اتمكن من الوهابيين، يقول له لا، طب اداني بالفلوس، لا، يعني مرات كتيره جدا، وانتهى بالصدام المسلح زي ما موجود عندنا في المنهج، وانتصر الجيش المصري بقياده ابراهيم بن محمد علي على
قوات السلطان العثماني واصبحت بلاد الشام تحت حكم الحكم المصري، بل ان الجيش المصري كمان وصل الى اعالي الفرات. واعالي الفرات ديت يعني ايه؟ يعني وصل الى جنوب تركيا، يعني تكاد تكون نصف املاك الدوله العثمانيه كانت تحت سيطره الجيش المصري. هدفت حروب اليونان القضاء على الحركه الوهابيه. ها، حروب اليونان والوهابيه، مال اليونان والوهابيه؟ طبعا لا، انما حروب اليونان كانت بتقضي على ثوره اليونان او بيسموها ثوره الموره. طب امال ايه الحركه الوهابيه؟ ديت حروب محمد علي في الجزيره العربيه. طبعا اسئله بما تفسر وما النتائج، خلاص احنا مش معانا بقى، خلاص السنه دي يعني الترم الاولاني خلاص مش معانا، يعني انتوا مبروك عليكم ان انتوا نجيتوا من الاسئله اللي هي كانت بتحتاج كتير كلام كتير. يعني نشوف بقى نوعية تانية من الأسئلة، ودي هختم لقائي معاكم، يعني هنحل الجزئية ديت وبعدين هنشوف اللي عايز فيكم يتناقش في حاجة. بيقول اكتب ما تشير إليه العبارة: المعركة التي هزم فيها تومان باي أمام العثمانيين. المعركة التي هزم فيها تومان باي أمام العثمانيين تبقى معركة إيه؟ انا عارف ان المماليك والعثمانيين دخلوا مع بعض معركتين، مرج دبك والريداني. طب مرج دبك سنه 1516، وكان فيها مين؟ قنصوة الغوري. طيب يبقى تومان باي ده مع مين؟ ايوه كده، يبقى في معركه الريدانيه 1517 اللي كانت بين القوات العثمانيه وقوات المماليك، وانتصر فيها العثمانيون ودخلوا مصر واصبحت مصر ولايه عثمانيه. ربط الشعب الاحتلال ومظاهر دفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. تمام، ده اسمها ايه؟ تمام كده، برافو عليكم، ده اسمها ايه؟ تصور. تمام، رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. ها، رحيل يبقى اسمه ايه؟ جلاء. تقول لي طب يا مستر فين دي؟ ما شفتهاش. اقول لك دي موجوده في نهايه درس الحمله الفرنسيه. وجهت انظار الدول الاوروبيه الى اهميه موقع مصر الجغرافي. ها، مين ده؟ طبعا دي الحمله الفرنسية. انتوا عارفين لما الحملة، من اهم نتائج الحملة الفرنسية ان هي وجهت انظار الدول الاوروبية لأهمية موقع مصر الجغرافي، وخاصة انجلترا. المدينة التي قام محمد علي بنفي عمر مكرم اليها سنة 1809، طبعا هي مدينة دمياط، واحنا عارفين ان نفاه عشان ينفرد بحكم مصر. عمل قام به محمد علي سنة 1811 مما ساعده على الانفراد بحكم مصر. يبقى دي مذبحة الايه؟ مذبحة القلعة. احدى المنشآت التي انشأ محمد علي على النيل لتوفير مياه الري، يبقى دي القناطر الخيرية. تمام، رفضت اتفاقية العريش التي عقدها كليبر مع العثمانيين. والنقطة دي كويسة قوي يا جماعة، مين اللي رفضت؟ ها، تمام كده، بريطانيا او انجلترا. واحنا عارفين ان الحملة الفرنسية كانت هتخرج في عهد كليبر لو مع لما اتفق اتفاقية العريش مع العثمانيين، وخلاص يخرج من مصر على نفقة الدولة العثمانية، ولكن تدخلت انجلترا ورفضت اتفاقية العريش وقالت لا، ان اذا ارادت الحملة ان تخرج من مصر فليسلم الفرنسيون انفسهم كأسر حرب. ببساطة كده يعني ايه؟ يعني الجنود الفرنسيين يسلمون سلاحهم ونرجعهم على سفن انجليزية، يعني تقدر انجلترا في عرض البحر تفعل معاهم مثل ما فعل نابليون مع حمية يافا. فاكرين نابليون لما غدر بحمية يافا ال4000 جندي اللي قتلهم بدماء باردة بعد ما أمنهم على أرواحهم وأموالهم؟ فطبعا دايما الإنسان الخاين بيخون الناس كلها، فلأني الفرنسيين فعلوها قبل كده، وده إيه؟ ده السنة اللي قبلها على طول 1799. فخافوا أن إنجلترا لو رجع الفرنسيون على سفن فرنسية هيحصل ايه؟ برضو هيفعلوا معهم مثلما فعل الفرنسيون مع اهل يافا. يبقى قلنا دي انجلترا. امر سلطاني يصدره السلطان واجب التنفيذ، طبعا ده اسمه ايه؟ ده اسمه فرمان. احنا كده يعني استعرضنا بعض الاسئلة اللي موجودة معانا في على الوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة تاريخ. إن شاء الله في اللقاءات الثانية إن شاء الله. طب الأول كده لو في حد فيكم عايز يرفع إيده مثلا عايز يسأل في حاجة، اتفضل أنا معاكم.
الو، ايوه يا ايوه سيف، مستر، اتفضل يا سيف. محمد انا حسام كنت بتهيألي. عايز اسال بس لو اه يا محمد، نعم محمد حسام بتهيألي ولا سيف؟ سيف. سيف، اتفضل يا سيف. انا بس كنت عايز اسال لو في نسخه من المراجعه دي عشان يعني نراجع منها. تمام. طيب يا حبيبي، هو انا هدي نسخة لمس منى وان شاء الله توصلها. تمام، تمام، ماشي شكرا مستر. ماشي. العفو العفو. ايه يا شبابنا، حد عايز يسأل في حاجة؟ اتفضل يا مريم. محمد عبد المجيد، اتفضلي يا مريم. ايوه يا مستر، ايه يا مريم، اتفضلي يا حبيبتي. دلوقتي لما يجي لي قارن، مفيش مقارنة، ماشي، هسأل سؤال برضه. اسألي. لما يجي لي قارن ويقول لي قارن على الموقع جغرافيا ده، انا فلك اقول يعني؟ له لا مش الفلكي، يعني الموقع، يقول لي مثلا الموقع قارن مثلا، ان مثلا قارتي لا مثلا مش قارتين، الاقليم المناخيه، سلالات اقليمين. اولا ويقول لي قارن من حيث مفيش الموقع. كده، مفيش السؤال ده مش هيجي اولا عشان دي عارف، تمام انما قولي بقى اللي انت عايزاه وانا اعطيك من البيت، من الشعر بيت. اتفضلي. لما يجي يقول لي قارن، اكتب له مثلا ده غرب القارات وده شرق القارات، ولا اكتب له يعني ده في امريكا الشماليه بيوجد في كذا بالظبط؟ موجود في كذا، بس يعني موجود في منطقة كذا وبدون تفاصيل وكده كده السؤال ده خلاص السنة دي مش موجود. ماشي يا مريم، ماشي. عايز تسأل في حاجة تاني؟ اتفضل. طب يا شباب احنا كده يعني وقتنا خلص.